مندوبا عن سمو الأمير غازي ابن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته، رعى مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة اليوم افتتاح الملتقى العلمي الرابع بعنوان دور الثقافة الإسلامية في بناء الإنسان والمجتمعات، والذي تنظمه الإفتاء بالتعاون مع دائرة قاضي القضاء ووزارات الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتربية والتعليم والثقافة بمناسبة احتفالية عمان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2017. المفتي العام للمملكة الدكتور محمد الخلايلة قال إن الملتقى يأتي لإبراز الوجه المستنير للدور الذي أدته المدينة في مختلف محطات التاريخ الإسلامي، وتقديرا لمكانة مدينة عمان في العالم الإسلامي وإسهاماتها في التاريخ الحضاري في الماضي والحاضر، واختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لهذا العام بناء على معايير دقيقة روعيت فيها العراقة التاريخية والتميز الثقافي للمدينة، حيث تم اختيار هذه المدينة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أيسسكو لهذا العام. أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة والعطوف، الحضور الكرام جميعا، لقد كان الأردن منذ فجر التاريخ أرضا مباركة ومنارة انطلق منها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، على مر العصور والأزمان حاملين لواء الحق والهداية لتشع أنوارها على البشرية جمعاء، وامتدادا لهذا الإرث العريق الذي كان بوابة للفتح الإسلامي، ومن هذا البلد انطلقت جيوش الفتح الإسلامي تحمل رسالة الإسلام السمحة وتنشر صورته المشرقة رافعة الظلم عن المظلومين، وامتد هذا النهج المبارك منذ بداية صدر الإسلام. واشتمل الملتقى على عقد عدد من الجلسات العلمية التي شارك بها عدد من العلماء والفقهاء وأساتذة الجامعات والنخب السياسية، التي تناولت العديد من المواضيع منها الأهمية الدينية والتاريخية لمدينة عمان، ودور المؤسسات الرسمية في تعزيز الوعي الثقافي في الإسلام، إضافة إلى أثر الثقافة الإسلامية في المجتمع وانعكاساتها على المبادرات الأردنية.